السلام عليكم أحبتي الكرام. قد يسأل سائل: هل يمكن ري النباتات وسقي النباتات سواء كانت في الأرض أو النباتات الموجودة في المنزل، أي النباتات المنزلية بماء الفلتر أو ماء المكيف أو ماء الشطف والغسيل؟ للإجابة على هذا السؤال خليكم معنا إلى نهاية هذا الفيديو كي نتعرف سويا عن الإجابة. نقول بشكل عام أن الماء ينقسم إلى ثلاث أقسام: ماء صالح للري، ماء غير صالح للري بشكل مطلق، وماء صالح للري ولكن بشكل مؤقت. أولا نبدأ بماء المكيف. ماء المكيف يعتبر ماء مقطر، أي بمعنى أنه لا يحتوي على الأملاح، فهو متعادل، أي أن البي اتش له متعادل. وهذا الماء يمكن سقي فيه، يمكن سقي النباتات المنزلية أو النباتات المزرعة فيه بشكل مؤقت، لأنه لا يحتوي على الأملاح التي تعمل على تغذية النبات وتمده بالعناصر اللازمة، فهو مفيد فقط بشكل مؤقت. ويمكن توزيع هذا الماء على أكثر من نبات موجود في البيت، لا أجعل استخدامه على نبات واحد حتى لا يفسد هذا النبات. إذن هذا النوع الأول من الماء وهو ماء المكيف، فهو صالح فقط مؤقتا. الماء الثاني وهو ماء الفلتر. ماء الفلتر يحتوي على الأملاح المعدنية ويمكن ري النباتات فيه أو سقي النباتات سواء المنزلية أو في المزرعة بشكل مطلق، فهو لا يضر النبات، فيحتوي على الكثير من الأملاح المعدنية ويشبه إلى حد كبير الماء الناتج من الأرض أو البئر والماء الناتج من الصنبور الموجود في البيت. الآن النوع الآخر من الماء وهو ماء الشطف والغسيل. ماء الشطف والغسيل إذا كان يحتوي على المواد الكيماوية لا يجوز سقي النباتات فيه، فهو يعمل على قتلها وتدميرها. أما إذا كان هذا الماء عذب لا يحتوي على المواد الكيماوية، يحتوي على بعض الأوساخ أو الأتربة، فهو لا يضر النباتات. يمكن رش هذا الماء لعلاج بعض الأمراض كالمن الموجودة على الأشجار، ولكن لا يجوز بشكل مطلق وضعه على جذور النباتات، فهو يضرها ويعمل على موت وقتل النبات. هذه هي أنواع المياه التي يمكن استخدامها لعمليات الري. بشكل مختصر، ماء المكيف يتم ري فيه النباتات بشكل مؤقت، أما ماء الفلتر يتم ري فيه النباتات بشكل دائم، فهو يمد النباتات بالأملاح المعدنية. أما ماء الشطف والغسيل إذا كان يحتوي على الكيماويات لا يمكن ري النباتات فيه، ولا يجوز بشكل مطلق ري النباتات فيه. هذا كل ما لدينا في موضوع هذا اليوم. إذا أعجبك هذا الفيديو فيسعدني الانضمام إلى القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد. كان معكم المهندس مالك أبو أربيط، قناة علم أزرع. ودائما لا ننسى في نهاية كل فيديو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.